بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا السادة القادة ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية المشاركين في أعمال اجتماعنا اليوم، وأعلن بدء أعمال اجتماع. واسمحوا لي أن ألقي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة. السيدات والسادة القادة الأوروبيين، يطيب لي أن أرحب بكم اليوم في زيارتكم المهمة إلى مصر، التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وتعكس أيضا حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الضيوف الكرام، لقد أولت مصر دوما أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان وبلجيكا وقبرص والنمسا على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا. كما يتزامن هذا اللقاء مع مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية. وأود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعا. كما أود أن أرحب بفخامة رئيسة وزراء إيطاليا وفخامة رئيس وزراء اليونان لدورهم المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها، سواء ثنائيا أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي. وأود أيضا الترحيب بفخامة رئيس وزراء بلجيكا، وإذ أتقدم له بالتهنئة على تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فإنني أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق المزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية. كما أعرب عن تقديري لمبادرة فخامة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية، وأرحب أيضا بفخامة الرئيس القبرصي مثمنا حرصه على المشاركة في هذه القمة المهمة. الضيوف مصر الكرام، أرحب بكم مجددا في مصر، وأنني على يقين من أن اجتماعنا اليوم سيتوح لنا الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك.